طيب عبد الرحمن ايضا عبد الله. عبد الرحمن عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله. الله يحفظك. يا شيخ انا اختي متزوجه ووالدي متوفي. اختي ما تظهر بالحجاب الشرعي. فهل يحق لي اني امنعها؟ وما الواجب علي اني افعلها؟ اختك الان كم عمرها؟ كبيره عمرها 30. خلاص يا اخي هي مسؤولة عن نفسها. هي مسؤولة عن نفسها. جزاك الله خير. شكرا يا عبد الرحمن عبد الله. طيب من معنا يا حسين؟ الاخت ريم. ريم السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا ريم.